كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة أمام المهتمين بالجمعية، وتحية إكبار لهم على مواكبتهم ضد هذه التعددية النخرة بإعلامياتنا وإعلاميين لهم منا كل المحبه. احنا اليوم في واحد الندوه صحفيه اللي كتمهد ان شاء الله لواحد السهره اللي غتكون نهار 7 جنبير بقصر الانوار، اللي غادي يقدموا فيها نوبه الاستهلال ان شاء الله شبه كامله، 4 سوايع ديال الموسيقى يقدموها ولعات ولوعي الموسيقى الاندلسيه، اللي هما تنكدوا عليها هما ناس هوات، هما ناس من مختلف شرائح المجتمع اللي يقدموها مع موسيقيين من ابرع موسيقيين ديال الشمال المملكه المحترفين، اللي غيكونوا ان شاء الله غادي يمثلوا مدينه الشاون وتطوان والعرائش وطنجه. احنا اليوم في اطار الندوه الصحفيه لتقديم الملتقى الثالث للجمعيه، كما كنعرفوا ان احنا سنويا الهدف ديالنا هو تلقين ديال الدروس والميازين لمجموعات والوعات والوعين اللي هما اصلا هوات. كنقوموا بواحد السهره سنويه اللي هي تتويج العمل السنوي اللي كيقوموا به هاد الولوعات والولوعين، اللي هو ما يقرب 100 ساعة في السنة من الدروس اللي هي دروس تلقين ودروس تلقي لهذا الفن من طرف أستاذ والمايسترو ديالنا أستاذ إسماعيل إدريسي. مهرجان ثالث الجمعية اللي غادي يكون يوم 7 دجنبير في قصر الأنوار هو تتويج لواحد العمل ديال 3 سنوات من الكد والجهد المجموعه ديال الاشخاص اللي هما هوات، اللي ارتقوا في الاداء ديالهم من اداء اللي هو عادي في التحكم الجمعيه، اللي اليوم وصلوا لواحد العمل اللي هو احترافي اللي كيعديو به واحد النوبات اللي هما صعاب واحد شويه، ولكن هما كيكرسوا العلاقه لهذا الفن الراقي اللي كان عايشوه ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.